تفتكروا ايه الافضل بالنسبة لحضرتكم؟ ان انا اشرح لكم موقع اقول لك اشتغل على الموقع ده ساعة ولا ساعتين في اليوم واكسب لك منه 2-3 دولار، ولا اشرح لحضرتك واعلمك ازاي تمتلك موقع الكتروني خاص بيك انت يكون سبب في انه يجيب لك دخل شهريا مش اقل من 500 دولار؟ 1 2 3 4 5، 500 دولار بسبب موقع بتاعك انت، ملكك انت، انت مش شغال عند موقع حد او مش شغال في موقع بتاع حد، موقع الكتروني خاص بيك انت تكسب بيه اكتر كمان من 500 دولار لو انت اشتغلت عليه واتقنت العمل عليه. وهقول لك كمان على اكتر من طريقة تقدر تكسب بيها، لان في طرق كتير قوي للربح من خلال امتلاك موقع الكتروني، وانا بفضل الحاجات دي. من اول لما بدأت ربح من الانترنت او تعلم الربح من الانترنت بدأت بامتلاك موقع الكتروني قبل حتى ما يكون عندي قناة على اليوتيوب، لان الموقع الالكتروني بيفتح قدامك فرص كتيرة جدا للربح من الانترنت. يمكن اليوتيوب انت مقيد بانك تعمل فيديوهات، اما الموقع لا، انت عندك طرق كتيرة جدا. عندك مثلا طرق الاعلانات عن طريق جوجل ادسنس وعن طريق مواقع كتيرة ممكن تحط اعلانات منها. عندك عن طريق التسويق بالعمولة، ممكن الموقع بتاعك يكون عرض منتجات وتسوق بالعمولة لشركات تانية. ممكن كمان تأجر وحدات اعلانية، يعني تيجي شركة تقول لك انا عايز احط اعلان عندك في الموقع مقابل مبلغ معين. كتابة المقالات ده برضه مصدر دخل من مصادر الدخل بتاعة المواقع. ممكن كمان مراجعة المنتجات، تيجي شركة تقول لك راجع المنتج ده حطه على موقعك اكتب له مقالة لان موقعك بتجيله زيارات، فالشركة هتديك مبلغ كويس مقابل عرض المنتج ده عندك في الموقع. في طرق اكتر من كده بكتير الربح من المواقع وامتلاك المواقع الالكترونية، اعتبره كده بالنسبة لك هو مشروع لازم تشتغل عليه بشكل اساسي. وعلشان كده انا في حلقة النهاردة هعلم حضراتكم طريقة امتلاك موقع الكتروني. ومش بس كده، تقدر تعمل الموقع الالكتروني عن طريق الذكاء الاصطناعي. انا هعلمك النهاردة في خلال 10 دقائق ازاي يكون عندك موقع الكتروني بمقالاته في خلال 10 دقائق فقط. وسهل جدا بعد كده انك انت تخليه يتقبل في جوجل ادسنس، اكتب لك 20 مقالة حصرية، ابدأ ارشفه. وهعلمك ازاي النهاردة كمان تارشف الموقع بتاعك، كتر من المقالات والزيارات، ابدأ انشر موقعك في كل حتة، هتجيلك زيارات في اقل من شهر ان شاء الله تقدم موقعك ويتقبل في جوجل ادسنس، وتبقى بدأت باول طريقة للربح من الموقع وهو عن طريق كتابة المقالات. وعايزك كمان لما تبدأ في الموقع تختار المجالات اللي عليها طلب كتير، زي مثلا السيارات، زي مثلا العقارات، الاكلات. ويا سلام بقى لو انت اتقنت انك انت تعمل موقع الكتروني باللغه الانجليزيه، يعني بدل العربي لا اعمله باللغه الانجليزيه. فالربح لو انت هتكسب 100 دولار ولا 500 دولار في المحتوى العربي في الموقع الالكتروني، لا ده انت في المحتوى الاجنبي اضرب ال 500 دول في 10، ده اقل واجب. 5000 دولار اقل واجب بالمحتوى الاجنبي، بس يكون عندك موقع احترافي، عرفت تشرفه صح، ما سرقتش مقالات من حد، كتبت مقالات حصريه خاصه بيك انت في مواضيع مخصصه ومواضيع واحده، ما تكتبش مقاله من الشرق ومقاله من الغرب وموضوع هنا وموضوع هنا، لا استغل موقعك الالكتروني في انك تتخصص في حاجه واحده عشان تظهر بسرعه في محركات البحث. والنهارده تحديدا هشرح لك من خلال شركه هوستنجر اللي من خلالها تقدر تحجز موقع الكتروني وتنشئ موقع عن طريق الذكاء الاصطناعي في 10 دقائق فقط بكل تفاصيله. مش محتاج ان انت تكتب اي حاجه، شويه تعديلات بسيطه بس تبقى خاصه بيك انت، وبعد كده تلاقي الموقع اصبح جاهز قدامك على النشر وعلى التسويق بالعموله وعلى مراجعه المنتجات وعلى كتابه المقالات وعلى اي حاجه انت عايزها. هسيب لكم رابط التسجيل في الموقع مباشره في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت، مباشره اضغط عليه هيحولك للموقع بشكل مباشر، وتحت الرابط مباشره هتلاقي كود، الكود ده بيديك خصم كبير جدا جدا. فيلا بينا عشان ما اطولش عليكم، وان شاء الله تكون حلقه النهارده بدايه لامتلاك اول مشروع ليك للربح من الانترنت عن طريق امتلاك موقع الكتروني. بس المهم لو الحلقه عجبتك وان شاء الله هتعجبك، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ولو لقيت ان الحلقه مفيده يا ريت تعمل لها شير عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد. اهلا بيكم يا شباب، هكون سايب لكم الرابط مباشره في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت، كمان تحت الرابط هتلاقي كود خصم هيديك خصم كبير جدا جدا، وهقول لك ازاي تستخدمه. لما بيفتح معاك الموقع بالشكل ده هتدوس على اطلب العرض الان. ممتاز جدا، ركز بقى معايا لان دي اهم خطوه في بناء الموقع بتاعك وايه المستقبل اللي انت شايفه لموقعك. اولا عندنا الخطه البريميوم، وبعد كده الخطه البيزنس، والخطه الاخيره. الخطه الاخيره دي بتبقى مخصصه للناس اللي عندها اعمال كتيره وعندها مواقع كتيره عايزه تنشئها، ولكن الاكثر شيوعا واللي الناس بتستخدمها كتير ودي اللي بتكون مناسبه اكتر هي الخطه البيزنس. طبعا سيبك من الاسعار دي لان انت هتلاقي اسعار اقل من كده لما تدخل كود الخصم وتسجل من الرابط اللي موجود في الوصف. اللي بيميز الخطه دي انها بتديك لحد انشاء 100 موقع، كمان سعه الاستخدام بتاعه الموقع سعه التخزين 200 جيجا، اما الخطه دي 100 جيجا
بس. طبعا تقدر تعمل نسخ احتياطي بشكل يومي، اما هنا النسخ الاحتياطي بيكون بشكل اسبوعي. كمان شهاده الامان الاس اس ال اللي هي اتش تي تي بي اس، الموقع بيفتح بشكل امن، بيديك ايميل مجاني، بيديك كمان دومين مجاني. تقدر تعمل دومين، يعني مش هتدفع فلوس دومين اللي هو تكلفته $10، مش هتدفعها، تبقى مضافه على الخطه اللي انت بتشتريها. وكمان عندك هنا سي دي ان مجاني، السي دي ان ده عشان تبقى عارف ايه، دي حاجه بتساعد على زياده سرعه الموقع وسرعه التحميل بتاعته، بترفع من سرعه الموقع. ده بيكون عندك هنا بشكل مجاني، ولكن مش موجود في الخطه دي بشكل مجاني، هتضطر ان انت تدفع فلوس زياده. حتى هنا الاداء بيبقى افضل 5 مرات بالنسبه للاداء بتاع الخطه دي كموقع، بما اننا بنتكلم على الووردبريس. واللي بيميز الخطه دي واللي خلينا انا هختارها واشتغل عليها، لو نزلنا تحت كده هتلاقي عندك انها بتوفر لك ادوات الذكاء الاصطناعي للووردبريس، انشاء موقع وكتابه مقالات بالذكاء الاصطناعي. يعني مش محتاج تروح لاي موقع خارجي علشان يكتب لك مقالات، انت ممكن تكتب مقالات مباشره باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هتوفرها لك هوستنجر بداخل الخطه دي. لكن مش هتكون متوفره للخطه دي، هتضطر مثلا تروح لاي موقع خارجي تكتب عليه مقالات، تنزل عليه منشورات وتبدا تدخلها في الموقع بتاعك. طبعا انا هعلمك ده وهعلمك ده حسب بقى الخطه اللي انت عايز تشتغل عليها. فبصراحه الخطه دي وانت هتوفر فيها بنسبه 75%، فهي خطه مناسبه جدا. لكن انت حابب ان انت تبدا بحاجه اقل، ممكن برضه تبدا بالخطه البريميوم. فخلونا دلوقتي نبدا ونشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل موقع في خلال 10 دقائق. هبدا ادوس كده كلمه اضف الى السله. ممتاز جدا. طبعا زي ما انتم شايفين هنا قال لي انت عايز الخطه دي لمده 48 شهر ولا لمده سنتين ولا لمده سنه واحده ولا لمده شهر واحد. كمان عايز اقول لك على حاجه كويسه جدا، ان انت اصلا لما بتدفع فلوس تقدر تسترد الفلوس دي في خلال 30 يوم لو لقيت الدنيا مش عاجباك. يعني الادوات اللي انت بتستخدمها مش عاجباك، انت ممكن تعمل استرداد للفلوس بتاعتك في خلال 30 يوم. فانت بقى عايز الخطه الشهر ولا الخطه الشهرين ولا الخطه 24 شهر. لو انت بقى عايز تبدا صح او توفر صح، هتختار الخطه اللي هي مثلا 48 شهر اللي هي لمده 4 سنين، هتوفر لك $542. ولكن لو انت لسه في البدايه ولسه حابب ان انت تتعلم، ممكن تاخد الخطه السنه دي هتوفر معاك $108. ننزل لتحت كده، انا هختار الخطه اللي هي لمده سنه دي. هنزل لتحت كده وتبدا تكتب الايميل بتاعك، هتكتب الايميل اللي انت عايزه يكون على هوستنجر وكلمه السر بتاعتك. بعدها هتنزل لطرق الدفع، واللي حبيت جدا جدا توافر طرق الدفع هنا للمصريين عن طريق فوري، لان احنا في مصر عندنا مشكله في الدفع الخارجي. فانت ممكن تدفع عن طريق تطبيق فوري من خلال تليفونك، بتربطه باي فيزا عندك، تشتغل على تطبيق فوري. ممكن كمان لو انت البطاقه بتاعتك بتدفع بره عادي مفيش مشكله، تدفع مباشره بالبطاقه، ممكن عن طريق البي بال، الكوين جيت اللي هي العملات الرقميه، ممكن عن طريق جوجل باي. فانت اختار الطريقه المناسبه ليك علشان تدفع بيها. وليكن مثلا انا هنا في مصر هختار فوري، اسهل طريقه بالنسبه لي. وزي ما انت شايفين هنا ان السعر اجمالي في خلال السنه $71.88، ولكن انا هستخدم بقى الكود اللي انا هكون سايبه لك في وصف الفيديو، وهو اسمه ابو ملك. هتدخل الكود بالشكل ده، طبعا هكون سايبه لك مباشره في وصف الفيديو، ابو ملك. تبدا تدوس على كلمه تطبيق، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي مباشره عمل معاك توفير وبقى ب $64.69، يعني $65، عمل معاك خصم اضافي على المبلغ اللي انت هتدفعه لمده سنه. المبلغ ده بالنسبه للادوات اللي انت هتستخدمها وبالنسبه لامتلاكك كمان الموقع وكتابه مقالات وانشاء موقع، كل ده بالذكاء الاصطناعي، مبلغ بسيط جدا جدا جدا. بعد كده انت هتبدا تدخل البيانات بتاعتك هنا، اسمك الاول، اسم العائله، رقم تليفونك، ويفضل ان انت تدخل بياناتك الصحيحه، انت هنا بتبني مشروع ليك. هتبدا تدخل بقى العنوان بتاعك ورقم البريدي واسم الشارع، وبعد كده بتدوس على ارسال للدفع. لو انت بتدفع بفوري هيفتح معاك الصفحه دي، بيقول لك ادي البيانات اللي انت هتدفعها، المبلغ اللي انت هتدفعه عن طريق فوري، وبعد كده هتدوس على التواصل مع فوري. ممتاز جدا. هنا بقى بيبدا يظهر لك معلومات الدفع، المبلغ اللي انت هتدفعه. الميزه بقى يا شباب هنا في مصر، بصوا هنا المبلغ اللي هتدفعه كام؟ 1998، يعني تقريبا 2000 جنيه بس، وتبدا تمتلك موقع الكتروني ومشروع كامل يدخل لك شهريا $500 لو انت اتبعت اللي انا هقول لك عليه النهارده. بيديك هنا رقم اسمه الرقم المرجعي، الرقم المرجعي ده انت بتاخده وبتروح لتطبيق فوري وبتدفع عن طريقه. لو انت هنا موجود في مصر تقدر تدفع عن طريق فوري من خلال الابلكيشن بالسعر اللي انت شايفه ده، وتقدر تمتلك موقع الكتروني لمده سنه. طبعا لو انت عايزه لمده شهر، لمده سنتين، لمده 4، حسب بقى ما انت عايز. وبعد كده بتضغط على كلمه عد لو انت عملت اتمام عمليه الدفع. فانا هكمل عمليه الدفع ونكمل مع بعض الشرح. ممتاز جدا يا شباب، كده خلاص انا اتممت عمليه الدفع، دخلت البيانات بتاعتي ودفعت بالطريقه المناسبه ليا. انت ممكن تدفع بقى فيزا، بيبال، فوري، ايا كان. هتفتح معاك الصفحه الرئيسيه دي، وهتلاقي عندك هنا احصل على النطاق المجاني اللي احنا اتفقنا عليه، عندك نطاق مجاني او ان انت تبدا تعمل الموقع بتاعك. فاتبع الخطوات اللي انا اقول لك عليها، لانها اسهل طريقه في انك تعمل الموقع. كمان لو طلعت فوق كده عند علامه الاستفهام دي يا شباب، وهي خانه المساعده، طبعا عندهم
مساعدة وعندهم دعم 24 ساعة خلال ال7 ايام كلهم. ادخل على الخانة دي وشوف المشكلة عندك، هتلاقي شوية اسئلة ممكن تلاقي الاجابات بتاعتها. ما لقيتش السؤال بتاعك، ابدأ دردشة معاهم من هنا واسألهم عن اي حاجة انت عايزها، اي مشكلة تواجهك، اي حاجة انت مش واضحة لك في الفيديو، ابدأ اسألهم وان شاء الله هيساعدوك بدعم مستمر لمدة 24 ساعة على مدار اسبوع بشكل كامل. الدعم بتاعهم ممتاز جدا جدا جدا. نرجع بقى كده عشان نكمل مع بعض. انا هدوس كده على كلمة اعداد، بيطلع لك هنا اكتر من اختيار، انت هتنشئ لنفسك ولا في شخص اخر او هتعمله لحد تاني. بيطلع لك هنا 3 اختيارات، هتختار الاختيار الاول، انا انشئه لنفسي ولعملي، وبعد كده دوس على التالي. بيقول لك دي اول مره هتنشئ فيها موقع الكتروني، نعم او لا. فانا مثلا هختار على لا وادوس على التالي. انت نوع الموقع اللي انت عايزه بقى، عايز مدونه ولا محفظه ولا خدمات اخرى ولا بطاقه اعمال؟ انا هختار مدونه وادوس على التالي. بعد كده عندك اختيار بقى مهم جدا، انت عايز تستخدم ووردبريس مع الذكاء الاصطناعي، ده اللي انا بقول لك عليه، او منشئ المواقع من هوستنجر، ولكن انا هختار ووردبريس مع الذكاء الاصطناعي. او انت ممكن تعمل انشاء موقع فارغ لو انت عايز تعمل كل حاجه بنفسك، ولكن انا هنا هعتمد على انشاء موقع ووردبريس مع الذكاء الاصطناعي عشان استفاد بالاضافات الزياده اللي توفر عليا وقت كبير وتكلفه كبيره. هحدد او هضغط على كلمه حدد ووردبريس. بعد كده بيقول لي انشئ تفاصيل تسجيل الدخول، اللغه، وكمان الايميل المسؤول اللي انت هتخش بيه على الموقع بيكون موجود عندك في المكان ده. بتختار من هنا اللغه، وهنا بتكتب الايميل بتاعك، طبعا كلمه السر بتاعتك اللي انت انشأتها في اول مره، وبعد كده هتدوس على التالي. كويس جدا جدا جدا. دلوقتي بقى هوستنجر هنا بتديك قوالب، عندك 1 2 3 4، وهنا بيديك معاينه للقالب بتاعك اللي انت هتنشئه على الموقع. عشان كده بقول لك مفيد جدا ان انت تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي. وليكن مثلا القالب ده، بص هنا بيستعرض معاك القالب شكله عامل ازاي، او القالب ده شوف انت بقى المناسب ليك ايه في الموقع بتاعك، عايز الشكل ده، عايز الشكل ده، عايز الشكل ده، وكمان انت بتعدل عليه براحتك وبزاجك، انت بتعدل زي ما انت عايز في اي وقت، حتى ممكن تغير القالب ده في اي وقت مش اي مشكله. انا هختار هوستنجر بلوج، مدونه هوستنجر. ممكن تختار قالب استرا، مشهور جدا وفي ناس كتير بتستخدمه، ولكن انا هختار هوستنجر بلوج، وبعد كده ادوس على التالي. بعد كده بيقول لك ابدا صمم القالب بتاعك. بصوا كده معايا يا شباب، ادي القالب، دي الواجهه الرئيسيه، وعندك بقى هنا المقالات بتاعتك بتكون بالشكل اللي انت شايفه ده. انت كمان ممكن تعدل على الالوان، عايز مجموعه الالوان دي اللي هو الازرق، عايز مجموعه الالوان دي، الالوان دي، الالوان دي، براحتك اختار المناسب ليك. انا بالنسبه لي هختار المجموعه مثلا اللي هي باللون الازرق ده، وكمان ممكن تروح على الخانه رقم 2 دي عشان تشوف الشكل التاني، انت عايز الشكل ده ولا عايز الشكل ده، موقعك يبقى كده ولا بالتصميم ده، اختار بقى المناسب ليك. انا هختار التصميم الاول ده، جميل وعاجبني، وبعد كده هدوس على التالي. ممتاز جدا. هنا بقى بيقول لك انت عايز تحط اضافات في المدونه بتاعتك تساعدك على انشاء المحتوى، يعني احنا بنقترح لك الاضافات دي، ولا حابب تضيف الاضافات بشكل يدوي؟ انا هدوس على كلمه تخطي. هضيف اضافات دلوقتي ولا اعمل اي حاجه؟ هضيفها لما اروح للووردبريس. انا هدوس على كلمه تخطي. ممتاز جدا. هنا بقى بيقول لك ابدا اعمل العلامه التجاريه بتاعتك ووصف العلامه التجاريه. يعني ايه؟ اسم الموقع بتاعك انت عايز تخليه ايه، وبعد كده الوصف بتاعك. انا بتكلم هنا على الاسم مش الدومين، احنا لسه ما اخترناش اي دومينات، احنا لسه بنهيئ الموقع. ولكن انا هخلي العلامه التجاريه بتاعتي باسم ابو ملك، ده اسم العلامه التجاريه. انت بقى عايز توصف العلامه التجاريه دي ازاي؟ طبعا انت لو ضغطت على كلمه توليد مثال هيديك مثال على الوصف اللي انت تكتبه للعلامه التجاريه. انت عندك مثلا موقع لمدونه، بتتكلم عن الطبخ، بتتكلم عن السيارات، بتتكلم عن العقارات، بتتكلم عن الالعاب، بتتكلم عن اي شيء، هتبدا توصف المحتوى ده. انا هنا كتبت وصف للبراند بتاعي لاسم ابو ملك، انا مين وبقدم ايه على الموقع. بعد كده هدوس على التالي. هنا بقى بيقول لك اختار الدومين بتاعك، انت عايز الدومين يكون ايه، اختار اسم الدومين بتاعك. هتكتب الدومين بتاعك هنا وتشوفه متوفر ولا لا. ممتاز جدا. زي ما انتم شايفين مديني كل الحاجات دي مجانيه، اقدر اعملها دوت نت، دوت انفورميشن، دوت لينك، دوت مش عارف ايه. انا هختار ابو ملك دوت نت، هو ده اللي انا عايزه. متوفر، تمام متوفر. هبدا ادوس كده على التالي. ممتاز جدا. بيقول لي انهي تسجيل النطاق بتاعك ابو ملك دوت نت. انا هستخدم المدونه دي لي مثلا الربح من الانترنت، لاي مجال بقى انت عايز تستخدمه. طب هي شخصيه، موجوده فين؟ موجوده في مصر. مدونه شخصيه، اه مدونه شخصيه. بعد كده دوس على الخطوات التاليه. فتح معاك بقى الصفحه دي اللي فيها البيانات بتاعت حضرتك، هتدخل المحافظه بتاعتك، العنوان بتاعك، رقم التليفون بتاعك، كل البيانات المتعلقه بيك. بعد ما بتخلص البيانات بتاعتك، ولازم زي ما قلت لك كده تتاكد انها بيانات مظبوطه، هتدوس على انهاء التسجيل. ممتاز جدا يا شباب، كده جاري كل حاجه، جاري الاعدادات والتسجيل وكل حاجه، كل ده بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي. هنا بقى عشان زي ما قلت لكم كده بيتم الاختيار عن طريق الذكاء الاصطناعي، بيقول لك احنا حددنا المركز بتاع البيانات وحفظ البيانات بتاعتك على السيرفر يكون فرنسا، لانها اقرب منطقه من المكان اللي انت موجود فيه اللي هو مصر. يعني احنا مصر هنا يا شباب اقرب منطقه لفرنسا، فاحنا حددنا لك المكان ده. انت ممكن تختار اي سيرفر من
الخمسة اللي موجودين دول، فرنسا، الهند مثلا براحتك اللي انت عايز، المملكة المتحدة براحتك زي ما انت عايز، ليتوانيا، الولايات المتحدة طبعا دي بعيدة جدا. انا بالنسبة لي هختار اللي هو مختاروني وهي فرنسا، وبعد كده هدوس على كلمة التالي. كده انا اخترت ان البيانات بتاعتي والسيرفر بتاعي على فرنسا، وهنا جاي حاليا تثبيت الووردبريس. ممتاز جدا جدا شباب، كده خلاص انا انهيت كل شيء والموقع بتاعي اصبح جاهز. في اقل من 5 دقايق انت بقى عندك موقع الكتروني، ودي لوحة التحكم بتاعتك كفاية الدومين وقواعد البيانات والداتا بتاعتك والحاجات اللي انت هترفعها على الموقع وكل شيء زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انت عايز تقيم اللي حصل ده في انشاء الموقع، ممتاز جدا 10 من 10. لو عايز تكتب حاجة اكتبها، مش عايز خلاص ارسال، شكرا، انت امتلكت الموقع الالكتروني. بالاضافة ان الخطة اللي احنا اشتغلناها تقدر تعمل منها بريد الكتروني مجاني، يعني زي ما انا عامله كده على المدونة عندي او الموقع عندي support@abomalak.com، فانت من هنا كمان تقدر تعمل دومين مختلف كمثلا support@abomalak.net بشكل مجاني زي ما انتوا شايفين اهو، بريد الكتروني مجاني، نسخ احتياط يومي، النطاق بتاعك abomalak.net. نفتح مع بعض كده النطاق يا شباب ونشوف. ممتاز جدا، ابو ملك اكتشف عالم الربح من الانترنت. طبعا الصوره اللي انتوا شايفينها تحت دي اللي هي صوره التداول دي، هو اختارها بشكل عشوائي عن طريق الذكاء الاصطناعي بناء على التفاصيل ان انا اديتها له، نصائح عمليه واستراتيجيات مجربه للربح من الانترنت وكذا كذا كذا كذا، فهو بناء على ده اداني الصوره اللي انتوا شايفينها. بصوا كمان اللي حصل ايه، مقالات اهي بالذكاء الاصطناعي اضافت عندي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لسه في تعديلات كامله على الموقع، وده اللي احنا هنعرفه مع بعض. نرجع كده الاول للوحه التحكم اللي احنا شايفينه ده. طبعا من هنا بتدير الموقع بتاعك زي ما قلت لك، هنا الامان مثلا شهاده الاس اس ال، لو مش شغاله هتشغلها، ولكن بما ان احنا اخترنا الانشاء بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي مباشره زي ما انتم شايفين كده، تم تنشيط الاس اس ال والموقع لما فتحناه موجود بشكل امن، والقفل زي ما انتم شايفين كده الموقع ده امن، كونكشن از سكيور، موقعك امن، اللي يخش عليه ما يجيبلوش اي رساله تحذيريه. كل ده تم بشكل مجاني من خلال الذكاء الاصطناعي. نرجع كده للوحه التحكم يا شباب، وجهاز سطح المكتب، الجهاز اللي انت مستخدمه للحفاظ بتاعك، احنا اخترنا اللي هي 200 جيجا، دي كفايه جدا جدا جدا. دلوقتي بقى انا عايز ابدا اعدل على الحاجات اللي انا شايفها دي، اعدل على الصوره دي، اعدل، عايز اضيف مقالات، شوف الدنيا بقى رايحه فين وجايه منين. هدوس كده على كلمه لوحه الاداره، دي كل الادوات اللي انت هتستخدمها، والاداه دي اضافت هنا من هوستنجر مباشرة بعد ما انت اخترت الباقة واخترت الانشاء من خلال هوستنجر عشان تساعدك في ادارة الموقع باستخدام الـ AI، واهم شيء فيها هو AI Content Creator، كتابة محتوى بالذكاء الاصطناعي، تكتب مقالات بالذكاء الاصطناعي بدون الاستعانة بمواقع خارجية. بس الاول قبل ما نبدأ نكمل الشغل لازم ترجع للايميل بتاعك، هتلاقي عندك رسالة جت بتطلب منك تفعيل الحساب، تضغط على اللينك اللي في الرسالة عشان تفعل الاكاونت والايميل بتاعك. طبعا اتفقنا ان ده الموقع بتاعك، وزي ما انتم شايفين كده هتلاقوا ان الموقع زي ما قلت لك كده عمل لك زي درافت للمقالات. حتى لو انت دوست هنا كده على ريد مور، بص كده ظهر معايا ايه، صفحه اباوت، صفحه الاباوت بتاعتك، وحاطط لك كمان صور اتعملت لموقعك بالذكاء الاصطناعي. كل ده انت لسه ما عملتش حاجه، كل ده اتعمل لوحده بشكل مباشر بمجرد وصف بسيط انت كتبته. بنرجع كده للصفحه الرئيسيه يا شباب، وعايز بقى اعدل على الصوره دي واعدل على الحاجات اللي هو كاتبها لي، اعمل ايه عشان ابدا اهيئ موقعي بالشكل اللي انا عايزه. طبعا هنا كمان مديك امكانيه ان انت تعمل شعار للموقع باستخدام الاي اي، اهو اي اي لوجو ميكر. الاول من القائمه اللي انتم شايفينها دي يا شباب، هدوس على كلمه الصفحات واختار كل الصفحات. كويس جدا، عندي هنا الصفحات اللي تم انشائها عن طريق الاي اي. انا عايز الاول اعدل على صفحه الهوم، البلوج دي صفحه المقالات، صفحه اباوت دي الصفحه اللي انت بتوصف فيها الموقع بتاعك، صفحه كونتاكت دي وسائل التواصل او معلومات الاتصال بتاعتك. انا هفتح الهوم دي وادوس على كلمه تحرير، اهي يا شباب زي ما انتم شايفينها كده تحرير، تحولني للصفحه اللي انتم شايفينها دي اللي من خلالها اقدر اغير زي ما انا عايز فيها، اقدر اغير الكلمتين المكتوبين هنا دول، سواء اشيلهم او اضيفهم، اقدر اغير على النموذج اللي مكتوب هنا، اقدر اغير الكلمه دي، اقدر حتى اشيل ارتباط صفحه اباوت من هنا. لكن انا اول حاجه هعملها ان انا اغير الصوره بتاعه المقاله او الموقع، هدوس كده على ابلود صور واضغط على تحديد الملفات. انا هنا كنت محدد الصوره دي، ابدا انزلها على الموقع بالشكل ده. طبعا حاول تكون الصور بجوده عاليه. ممتاز جدا يا شباب، الصوره اتحملت. ممكن مثلا هنا في النص بقيت تشرح الصوره مثلا تسميها ربح من الانترنت، كده بيبقى كويس يعني للاس سي او بتاع الصور. بعد كده هدوس على تحديد، زي ما انتم شايفين كده ممتاز، الصوره اتغيرت ودي بقت الصوره البديله. كمان يا شباب عندك علامه البلس اللي فوق دي، ازاي دي لو دوست كده عليها بيديك اضافات كتير ممكن تحطها في الصفحه بتاعتك، تضيفها في الصفحه دي. وليكن مثلا انت عايز تضيف صوره، عايز تحط كود خاص بيك انت، عايز تحط فيديو زي ما انت عايز، نجرب مثلا كده نحط فيديو. تمام، ننزل لتحت كده اهو بيقول لي ارفع الفيديو او حط رابط، انا هجيب رابط فيديو من قناتي على اليوتيوب وابدا احطه في الموقع. انا كده جبت رابط
شباب اعمل ادراج رابط من هنا اهو واحط رابط في المكان ده كده واضغط على انتر اهو يا شباب اضاف رابط مباشره للفيديو وظهر في الموقع بتاعي. ممكن كلمه كمان ريد مور دي اعدل عليها مثلا بصفح المقالات وبدل مثلا ان دي تبقى صفحه اباوت لا اخليها صفحه المقالات هضغط على كلمه تحرير دي اهو يا شباب خليتها تصفح مقالات وضفت رابط صفحه البلوج اللي هي المقالات وهنا ضفت كلمه تعلم الربح من الانترنت بسهوله وممكن اصلا اشيل الكلمه دي من هنا هي تعلم كيفيه الربح من الانترنت بسهوله اشيلها او اكرهها اي حاجه. طيب انا عملت شويه تغييرات غيرت الصوره وغيرت الرابط ده وضفت فيديو هبدا ادوس على كلمه تحديث ادي الموقع بتاعي قبل التحديث اعمل كده اعاده تحميل ادي الفيديو اتضاف معانا بكل سهوله يا شباب وممكن تضيف فيديو واثنين وثلاثه في المكان اللي انت عايزه زي ما انت عايز ممكن كمان تعدل على فيتشر بوست تعدل على لاست بوست يعني مثلا لو جينا كده اللاست بوست برضو اهي ممكن تقف عليها كده ومن هنا انت عايزها كام مثلا عايزها واحده اثنين ثلاثه اربعه زي ما انت عايز بالمقالات طبعا المقالات انت اللي بتضيفها يعني انت عايز اخر اربع مقالات ولا اخر خمس مقالات واقول لك ازاي تكتب مقالات دلوقتي وتضيفها من جوه كده احنا عدلنا على الصفحه الرئيسيه وتضيف بقى زي ما انت عايز من هنا من علامه البلس دي وتضيف اللي انت عايزه بقى وتصمم الصفحه الرئيسيه بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه عايز تحط ازرار للتنقل ما بين المقالات عايز تحط روابط سوشيال ميديا رابط قناتك رابط تويتر رابط مش عارف ايه كل ده انت ممكن تعمله بكل سهوله وبتختار المكان اللي انت عايزه بتقف على الحاجه اللي انت عايزها بالشكل ده وتبدا تحركها من هنا فوق ويمين وتحت وشمال زي ما انت عايز. طب هدوس انا كده على تحديث عشان احفظ التحديثات اللي انا عملتها وارجع للوحه التحكم طبعا ادي هوستنجر الصفحه الرئيسيه بتاعتنا هدوس على لوحه الاداره عشان يحولني للوحه بتاعتي ونروح بقى للاي اي كونتنت قبل ما نروح للاي اي كونتنت ونكتب مقال الاول لازم انزل معاك كده للمقالات عشان هو طبعا عمل لي مقالات بالذكاء الاصطناعي عندي تصنيفات كلها بلوج انا عايز اعمل تصنيفات جديده فهنزل كده عند كلمه تصنيف دي اهي تصنيف ابدا مثلا اكتب الربح من الانترنت ده التصنيف اللي انا عايزه وادوس على اضف تصنيف جديد اعمل كده مثلا تصنيف تاني الربح من اليوتيوب واضغط على اضافه التصنيف حاجه عند تصنيف البلوج اللي هو عامله ده واضغط على كلمه تحرير بحيث اعدل اسم التصنيف ممكن مثلا الربح من التطبيقات يبقى انا عندي تصنيفات كتيره ليه الربح كده انا حدثت التصنيف ارجع ليه التصنيفات الاقي عندي اهو الربح من الانترنت الربح من التطبيقات الربح من اليوتيوب الربح من كتابه المقالات يبقى انا كده لما اكتب مقاله هختار المقاله دي تبع انهي تصنيف وتتحط تحت التصنيف ده تمام هبدا اروح لكلمه المقالات دي كل المقالات اللي اتكتبت عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن بقى اطلع لفوق كده اضغط على كلمه اضافه مقاله جديده وجنب منها شايفين مكتوب ايه كرييت بوست ويز اي اي ممكن من هوستنجر فوق كده هتلاقي عندك اي اي كونتنت كرييتور او من المقالات هتلاقي عندك كرييت بوست ويز اي اي دي او دي نفس المعنى او نفس الاداه هدوس كده على كرييت بوست ويز اي اي ممتاز جدا بص بقى كاتب لك ايه انت عايز تكتب مقالات ولا عايز تعمل صفحه نبره الكتابه ايه بارع ولا ودود ولا جدير بالثقه ولا رسمي طول المحتوى عايز مقاله طويله ولا قصيره انا اختار مثلا مقاله طويله اختار هنا مثلا مقاله ابدا اكتب وصف لمحتوى المقاله وليكن الربح من الانترنت عن طريق مشاهده الاعلانات تمام وهنا بتيجي تكتب الكلمات المفتاحيه اللي انت عايز تستهدفها وليكن مثلا الربح من مشاهده الاعلانات ممكن اضيف كلمه تانية الربح من الانترنت دي كلمه عايز استهدفها الربح بدون راس مال تمام انا عايز استهدف الثلاث كلمات دول وابدا ادوس على كلمه انشئ محتوى في وقت قصير جدا هيكتب لك المقاله بتاعتك ممتاز جدا يا شباب شفتوا ايه اللي حصل كتب لي مقاله والوصف بتاعها وكمان الصوره طبعا الصوره انت ممكن تغيرها مفيش اي مشكله مش موضوع يعني لكن كتب لك عنوان المقاله كتب لك مقدمه تفاصيل المقاله كيفيه ربح مشاهده الاعلانات وعناوين فرعيه وعناوين داخليه تعمل انت ايه بقى يا اما تنشرها بشكل مباشر يا اما تعمل تحرير كمسوده انا هضغط على كلمه تحرير كمسوده عشان طبعا اعدل الصوره وبعد كده اضيف المقاله ادي المقاله يا شباب اتفتحت معايا في صفحه التحرير زي ما انتم شايفين كده تبدا تعدل على الكلام زي ما انت عايز تعمل كلام بولد تضيف عنوان تقلل عنوان براحتك زي ما انت عايز ومن هنا طبعا بندوس على كلمه الصوره وكاتب لك اهو استبدال انا عايز استبدل الصوره عايز تحط ايه وليكن مثلا يعني دي صور من هو ضايفها لا انا هحمل صوره من الجهاز عندي هدوس كده على رفع ملفات ودوس على تحديد الملفات واختار الصوره دي مثلا واوبن جاري رفع الملفات الصوره اكتملت هبدا ادوس على تعيين الصوره البارزه للمقال يبقى دي الصوره اللي هتبقى للمقاله وانا خلاص مثلا عدلت على كل حاجه في المقاله وباجي بقى عند كلمه التصنيف اختار هي تبع ايه مثلا ده موبايل يبقى اختار ان هي تبع ربح من التطبيقات بس الوسوم دي اللي هي الكلمات المفتاحيه هي هو كاتبها لي بشكل مباشر عن طريق الذكاء الاصطناعي ربح من الويب ربح من الانترنت مشاهده الاعلانات وبعد كده ادوس على كلمه نشر انت متاكد متاكد نشر كده انا نشرت
المقالة. وادي صفحة البلوج، نرجع للصفحة الرئيسية للموقع اهو، انزل لتحت كده هلاقي المقالة تم نشرها. طبعا من الفيتشر دي ممكن اختار المقالة اللي انا عايزها، يعني لو دوسنا على تحرير الصفحة اللي انت شايفينها فوق دي اهي، ممكن انزل عند الفيتشر دي واختار مثلا اهي الربح من الانترنت عن طريق مشاهدة الاعلانات، وادوس على تحديث وارجع كده ادي الموقع، انزل لتحت كده هلاقي المقالة دي هي اللي بقت الاساسية زي ما انتم شايفين كده. فبراحتك بقى انت عدل على الموقع زي ما انت عايز، هتلاقي حاجات بسيطة لسه مش مكتملة ممكن تدور عليها على اليوتيوب، او لو انتم حابين نعمل لكم جزء تاني. خلي بالك لسه ما خلصتش، انا هنا بس عرفتك ازاي بتكتب المقالة. نرجع كده ادي لوحة التحكم، يبقى انا كتبت مقالة الربح الانترنت عن طريق مشاهدة الاعلانات. ممكن تعمل كريت بوست ويز اي اي وتكتب اكتر من مقالة بالموضوع اللي انت عايزه. نيجي بقى عند الصفحات، دي الصفحات اللي موجودة عندي، دي صفحة المقالات، دي صفحة الاباوت، دي صفحة الاتصال، الصفحة الرئيسية، صفحة سياسة الخصوصية. لو ضغطنا عليها كده طبعا هنلاقي ان الصفحة اصلا اتعملت من الاي اي بشكل مباشر، انا ما جيتش جنبها زي ما انتم شايفين كده، الصفحة اتعملت بشكل مباشر. طب بما انك الصفحة دي مش ظاهرة في الموقع، يعني هي مش ظاهرة في المكان ده، طيب نعمل ايه؟ هدوس كده على كلمة تحرير وادوس على كلمة نشر. طبعا انت بتراجعها الاول، هو عملها لك بالذكاء الاصطناعي، ولكن انت بتراجعها الاول قبل نشرها. انا هعتبر ان انا رجعتها وادوس على كلمه نشر. طبعا انت ممكن تعدلها تخليها باللغه العربيه، وهنا كاتبها لك بالانجليزي، لكن انت طبعا ممكن تخليها باللغه العربيه، وممكن تعملها كمان عن طريق الذكاء الاصطناعي. كده انا نشرت الصفحه، انا دلوقتي عايز اضيف الصفحه في المكان ده مع الصفحات دي، هدوس على تخصيص وابدا انزل عند القوائم، وعندي هنا المنيو، دي منيو واحد، وكويك لينك اللي هي تحت دي، وممكن كمان عندي هنا سياسه الخصوصيه. ممكن اختار مثلا القائمه الاخيره دي وادوس على اضف عنصر واختار الصفحه بالشكل ده واقفل كده وادوس على نشر. مباشره يا شباب بعد ما عملت نشر اضافت الصفحه عندي اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. افتح كده الصفحه اهي، فتحت معايا صفحه سياسه الخصوصيه. طبعا بقى لو انت عايز تعدي عليها تعدي عليها زي ما انت عايز. ادي الصفحه يا شباب تحت اهي زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما قلت لك ممكن تعدلها، تخليها طبعا باللغه العربيه، تعملها تحرير وتكتبها باللغه العربيه، او من خلال لوحه التحكم بتاعه الموقع عندك عن طريق الذكاء الاصطناعي مثلا تنجر، هتدوس اي اي كونتنت وتختار صفحات وتبدا تقول له انا عايز صفحه دي سياسه الخصوصيه. يبقى كده عرفنا المكان اللي نكتب منه مقالات. وطبعا لو عايز تكتب مقاله يدوي هتدوس على اضف مقاله جديده وتبدا تكتب المقالات اللي انت عايزها. في حاجه بقى مهمه جدا، هنيجي عند الاضافات اهي الاضافات، ونختار نيو بلجن. الاضافات دي تقريبا اكتر صفحه انت هتستخدمها بعد كتابه المقالات. عندي مثلا اضافه زي يوسات، دي بتساعدك على الاس سي او في كتابه المقالات، بتقترح عليك صحه المقاله او بتقول لك يعني المقاله دي تمام، مستهدفه صح، كلمات المفتاح اللي انت مستهدفها صح، كاتب العناوين صح، بتساعدك في كتابه المقالات زي مثلا اداه جين رانك اللي احنا كنا شرحناها قبل كده. بعد كده ادوس على تفعيل بعد تصطيبها، كده انت فعلت الاضافه. ممكن اروح للمظهر بقى كده وانزل على تخصيص وابدا اختار هنا القوائم، هختار المنيو الاول. ممكن هنا على فكره في المنيو ما اخليش الصفحات هنا، يعني انا ممكن اعمل ايه، اشيل صفحه البلوج واشيل صفحه الهوم مش عايزها، كده كده يضغط على ابو ملك هيروح للهوم، اشيل كل الصفحات دي وصفحه الاباوت اشيلها وموجودين تحت تمام. هضيف ايه بقى، اضغط على اضافه عنصر واقفل دي كده، واضيف التصنيفات، اضيف ربح من التطبيقات، ربح من الانترنت، ربح من اليوتيوب، ربح من كتابه المقالات. انا عايز التصنيفات هي اللي تظهر فوق هنا يا شباب. حتى لو قفلنا كده اهو بصوا اللي ظهر الحاجات بتاعتي، ربح من التطبيقات، ربح من اليوتيوب، حاجات بتاعتي اللي انا عايزها هنا. ممكن بقى انزل تحت واضيف الصفحات هنا وهي كده كده اصلا موجوده هنا. تمام يا شباب، كده انا ظبطت الموقع بتاعي. طبعا زي ما قلت لك دي حاجه بسيطه بعرفك من خلالها ازاي بتعمل تعديلات. طبعا انت ممكن والافضل طبعا ان انت تروح للموقع من هنا وتنزل عند المقالات وتبدا تعدل التصنيفات، يعني تضيف المقاله دي ضمن التصنيف ده والمقاله دي ضمن التصنيف ده وهكذا، عشان كل مقاله انت بتكتبها بيبقى ليها تصنيف معين. قلت لك اضافه يوسات اللي احنا ضفناها، لو دوست كده على كلمه تحرير المقاله دي هتلاقي عندك هنا اضافه يوسات بتقول لك ايه، بتقول لك ان المقاله دي جيده ولكن بحاجه الى تحسين بخصوص الاس سي او كتحسين محركات البحث. زي ما قلت لك انت بتستعين بكتابه الاي اي من هوستنجر وتبدا تعدل عليها انت بشكل بسيط بقى، تظبط عنوان، تحط صوره، تشوف الكلمه المفتاحيه تستهدفها بشكل افضل، تعتمد على ادوات ثانيه في تظبيط كتابه المقالات بحيث الموقع بتاعك يكون حاجه احترافيه. طبعا كلمه تخصيص دي اللي موجوده هنا، نفتح كده الموقع زياره الموقع، كلمه تخصيص دي يا شباب بتظهر لك هنا اهو تخصيص. طبعا الشريط ده مش بيبان الا ليك انت، انت مالك الموقع، لكن خارجيا بيبان الموقع بس مفيش اي تعديلات عليه. تعمل تحرير للصفحه لو انت عايز تعدل اي حاجه في الصفحه، تضيف حاجه، تضيف وسائل التواصل الاجتماعي، عايز تخصص الصفحه اهو تخصيص، تبدا تغير مثلا حاجه، تضيف حاجه زي ما احنا كنا متعودين اهو. ادي المقالات بتبقى مضافه هنا، تبدا تعدل عليها زي ما انت عايز، تحركها من هنا، تطلعها فوق، تنزلها تحت، تضيف اللي انت عايزه. من الحاجات المهمه كمان لازم تعملها يا شباب، هتيجي كده عند اضافه يوسات اللي احنا عاملينها دي، بعد كده هتختار الاعدادات. الاعدادات دي اللي بيكون فيها الادوات
اللي هتساعدك على أرشفة موقعك في محرك البحث. احنا زبطنا الموقع، عملنا صفحات، عملنا مقالات، عملنا كل شيء. فهختار من هنا وصلات الموقع. ايه وصلات الموقع؟ اللي هي الاكواد اللي بجيبها من جوجل سيرش كونسول مثلا، اللي هو جوجل سيرش كونسول اهو، بحطه هنا عشان اثبت ملكية الموقع. فانا اروح لجوجل سيرش كونسول بالشكل ده، هختار الاختيار التاني ده يا شباب، واحط رابط الموقع بتاعي بالشكل ده، وادوس على كونتينيو، وهنزل عندي HTML tag بالشكل ده، واضغط كده على كلمة كوبي، وارجع للاعدادات هنا، واحط ال HTML بتاعي، وابدا ادوس على حفظ التغييرات. ارجع كده لجوجل سيرش كونسول واضغط على تأكيد، قال لي بالفعل تم التحقق من ملكية الموقع، واضغط على كلمة دن. وادي كده شباب عندي الموقع اصبح مؤرشف في محرك البحث، او خلاص انت مع المقالات اللي هتنزلها هيبدا يتأرشف في محرك البحث. هتروح لكلمة سايت ماب دي، وتبدا تكتب هنا سايت ماب دوت XML، وتدوس على سبميت. قال لي تم الارسال بنجاح. وينتفتش دي طبعا عشان لسه المقالات جديدة، مسألة وقت وبعد كده هيتم الارشفه. تمام، من وصلات الموقع ممكن تارشف الموقع في محرك بحث اللي هو الياباني ده او الصيني، محرك بحث بينج، بنترست، ياندكس، ممكن تثبت ملكيه الموقع فيه عشان يتارشف بشكل اسرع. وكده شباب الحمد لله اكون شرحت لحضراتكم ازاي تمتلكوا موقع الكتروني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تغير الصوره وتعدل هنا، تحط فيديو، تغير فيديو، تكتب مقالات، تغير لها الصور بتاعتها، تعدل في التصنيفات دي واماكنها، كمان الصفحات عندك، عرفتك ازاي تضيف الصفحات دي، عرفتك كمان ازاي تعدل على كل الصفحات دي. صفحه اباوت مثلا ممكن تخش في صفحة اباوت من تحرير الصفحات. لو رجعنا كده مثلا لهنا، ادي التحرير، عندك الصفحات، صفحة اباوت اهي تحرير، وتبدأ تكتب في صفحة اباوت نبذة عنك. طبعا دي الصورة اللي موجودة في صفحة اباوت، انت بقى ابدأ اكتب اي كلام عنك، وضح الموقع بتاعك، وضح تصنيفه، ايه نوع المحتوى اللي انت هتقدمه، كل ده بيتكتب في صفحة اباوت. وممكن برضو تعملها بالذكاء الاصطناعي من خلال هوستنجر. يعني لو رجعنا هنا مثلا ندوس على ليف، وممكن من أداة هوستنجر في الكرييت بالذكاء الاصطناعي تكتب صفحة، بدل مقالات هتخليها صفحات، ويعمل لك صفحة وتاخدها تحطها كوبي في موقعك، وشكرا على كده. وبقى عندك موقع الكتروني تضيفه في جوجل ادسنس، تعمل عليه تسويق بالعمولة، تحط اعلانات، وان شاء الله اعمل لكم حلقة تانية نربط موقعنا بمنصة اعلانية ونحط فيها اعلان. الاهم دلوقتي ان انت تتعلم انشاء الموقع الالكتروني. لو عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.